سيدتي سادتي، اهلا وسهلا بكم مع خبر عاطل. اهلا وسهلا، نستضيف اليوم دولة رئيس الوزراء ليبشر الشعب الاردني بالزيادات. اهلا وسهلا دولتك، شرفتنا. اهلا يا اخي، اهلا اهلا اهلا، كل عام وانتم بخير والشعب الاردني بخير. ودي اسال دولتك، هاي الزياده اللي بتنطنوا فيها حابين نسمعها منك، يعني من دولتك شخصي. يا اخي احنا بمناسبه العيد، عيد رمضان المبارك، رايحه تكون الزياده باذن الله 15%. تشرب وتشرب، الله يسعدك الله يسعدك. انا بقول يعني مو معقول كل هالرفع رفعته وظلك ساكت، الا تكرم هالناس الله يكرمك. هذه يا اخي الزياده 15% راح تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين. الله يسعدك. والموظفين؟ طبعا جميع فئات الموظفين يا اخي، من اصغر موظف لاكبر موظف. يسعدك يسعدك. وكمان في مفاجاه، هاي الزياده ان شاء الله راح كمان تشمل القطاع الخاص وكمان الضمان الاجتماعي المتقاعدين والمش متقاعدين. الله يسعدك الله يسعدك. حابين هيك توضح شو الزيادة يعني؟ الله يسعدك. شايف يا اخي هاي العبوة، زدنا عليها 15% زيادة كمية الصابون، ها، وبنفس السعر القديم. ايش رايك؟ كنت اسألك بترغي؟